نروح بقى للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، واللي قررت إلغاء بند عدم مشاركة اللاعب المعار قدام نادي الأصلي بداية من الموسم اللي جاي. مسؤولين اتحاد الكرة كشفوا أن البند ده ضد الاحتراف، لأن من حق كل نادي استعار لاعب أنه هو يستفيد منه في كل المباريات، ولو كان النادي اللي بيعير اللاعب ده بيرفض مشاركته أمامه، طب ما من الأولى أنه هو يحتفظ بيه في قائمته وما يفرطش فيه. مسؤول اللجنة الخماسية قالوا أنه هيتم وضع ما يفيد بإلغاء البند ده في شروط مسابقة الدوري الموسم اللي جاي، وانا بايد القرار ده جدا. انت ايه رايك؟ بصراحه فير انف حقيقي، صحيح انت محتاجه احتفظ بيه، ما صح. يعني ما تفرطش يعني فيه، يعني ممكن يبقى المتضرر من القرار ده الانديه الكبيره او الانديه اللي عندها يعني زياده عن احتياجها من اللاعبين المتميزين اللي ما بتقدرش تضمهم في القائمه، فبالتالي هي مش عايزه تفرط فيه فبتطلعوا اعارات، وينطبق ده على الاهلي والزمالك على فكره وغيرهم من الانديه. لكن في النهايه اذا كان في لعيب خرج للاعاره من حقه يشارك مع الفريق اللي تمت اعارته ليه بشكل كامل، ايا كان الفريق المنافس حتى لو كان الفريق الاعار.